ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا. وصلنا دلوقتي لفقرة المناورة. Love is in the air. الحب ومظاهر عيد الحب النهاردة يا جماعة هتلاقوها في كل مكان، واللون الأحمر طبعا هتشوفوه كل ما تلفوا وشكوا في أي حتة. الناس ما بتصدق تلاقي فرصة يعيشوا اللحظة ويعبروا عن مشاعرهم لبعض، وطبعا الدباديب في كل حتة طبعا. وطالما هنتكلم عن اللون الأحمر وعيد الحب فاحنا بنتكلم عن ذكريات ومراحل كتير قوي في حياتنا، وأكيد كمان هنتكلم عن حبنا لنادي الأهلي. وبما أننا مشجعين متعصبين، مش أنا، خلوني أسأل هند الأول عن طريقتها في حب الفانيلا الحمراء. يعني بصي متعصب، هقول لك على حاجه. أيوة. عارفه مش لما بيبقوا في اتنين بيحبوا بعض وموجودين في نفس المكان تلاقيه كل واحد بيصور التاني كده بحب. تعرف ان انا كل ما بعدي من على اي فرع من فروع النادي الاهلي وانا سايقه العربيه بدون سبب بروح مطلعه موبايل واقعد اصور فيه كانه معجزه الهيه ان انا عديت من جنب النادي الاهلي. أيوة. يعني من غير ما اقول اي حد عارفني او اي حد متابعني عارف ان انا عاشقة للنادي الأهلي. والحقيقة خليني أقول أنه من نصيبنا الحلو أن احنا نكون مشجعين ومقدمين برنامج في قناة النادي الأهلي. ليه بقى؟ لأن حضرتك أول ما تدخل من باب القناة هتلاقي اللون الأحمر في كل حتة، هتلاقي صور كل أساطير النادي الأهلي اللي كتبوا التاريخ الأهلي هتلاقيهم موجودين على كل حيطة. كفاية أن كل الناس هنا متجمعة على حب النادي الأهلي، طاقة الحب اللي موجودة في المكان ده تخليك كل يوم طالع كده هوا زي ما احنا بنبقى طالعين على طول مبسوطين وبنضحك. والحقيقه ان لو حد عنده اي راي تاني يستناني بره قدام القناه وانا اتكلم مع بعض. لا احنا مش محتاجين النهارده نروح مكان فعلا نحتفل بعيد الحب، احنا هنا هنحتفل بكل حاجه مع اللون الاحمر اللي بيدينا فعلا فعلا طاقه في الملعب وطاقه في حياتنا وفي القناه وفي اي حته. الناس اللي مش متابعه الكوره او ما عندهاش انتماء لاي نادي هتقول لك انتوا مكبرين الموضوع قوي ليه يا جماعه، لكن والله لما تحاول تلاقي سبب منطقي لألترس الاهلي اللي بيتغنوا في حب النادي والجماهير بالملايين مش هتلاقي زي حب الكوره عموما. يعني حب الكوره كده زي حب الطفوله، حب بريء، ده اللي خلى مثلا لاعب كبير زي رونالدينيو يقول عليها صديقتي شريكتي خطيبتي، من غير الكوره انا ولا حاجه. فبجد حب الكوره ده انا بشوف الكوره دي حياه. صح. ونروح بعيد ليه؟ انا خليني اقول لك انه انا حرفيا ممكن مزاجي يتشقلب من زيرو ل100 لمجرد بس ان الاهلي كسب، او بالعكس لو الاهلي لا قدر الله خسر. لو دورنا على تفسير حقيقي او علمي لده مش هنلاقيه، لكن هو مجرد اني بحب الاهلي والاهلي هو اللي ممكن اروح وراه لاخر الدنيا علشان اشجعه واقف جنبه عشان بس يكسب ومش عايزه حاجه تانية. واللي عايز يجيب لي هديه الفالنتاين النهارده يعزمني على الماتش الجاي. نروح الماتش الجاي ان شاء الله يوم السبت وبس كده. بس بما انه انت بتعتمدي على الكنبه في تشجيعك للاهلي وبتتفائلي بيها، قولي لنا انت النهارده هتحتفلي ازاي بقى مع فهمي وولادك؟ انت شفتيني وانا بشجع الماتش على الكنبه بتمسك شبشب، واي لعيب من الفريق الثاني الخصم داخل على الجون بتاع الاهلي بتقف بشبشب كده بتقول شش بينفع ولا لا؟ فين؟ سالتيني على ايه؟ احتفالك النهارده. بصي يعني فالنتاين مش بياخد حيز كبير قوي في حياتنا، يعني أوكي. عادي يعني يوم لذيذ كده، فبنجيب لبعض اكيد هدايا. أوكي. بس مش شرط يعني نخرج، مش شرط نسهر، ممكن نقعد في البيت، ممكن نعزم صحابنا. يعني احنا هنخرج النهارده. احنا نعزم صحابنا احنا ونخرج النهارده. طب انت فاكره ايه اول هديه جات لك في الفالنتاين؟ مش يعني بصي مش فاكره قوي بصراحه، انا ما بتجيليش هدايا في الفالنتاين عاده. ما بتجيليش هدايا اصلا، بس يعني هي بتبقى حاجات واحنا صغيرين اللي هي الجوابات دي ودبدوب، وغالبا كانت بتبقى بيني وبين صحابي في المدرسه البنات بينهم حب يعني والمامتي والبابايا وكده. ف يلا طب احنا انتوا عرفتوا يعني انا وهند هنحتفل ازاي، خلونا بقى نعرف انتوا هتحتفلوا ازاي وشاركوا النهارده حفلتنا واحتفلوا معانا بقى على طريقتنا الخاصه بعيد الحب. هيبقى معانا النهارده كمان ثنائي، مش بس اتجمعوا لحب النادي الاهلي، لا النادي الاهلي هو اللي جمعهم في بيت واحد. فخلونا نروح لفاصل صغير ونرجع نكمل معاهم حلقتنا. استنونا.